لكم رجعنا لكم في فيديو جديد في حلقة جديدة في سلسلة جديدة كالعادة في سلسلة شو اسمها هي هوتد كرافت. هوتد كرافت ان شاء الله فديت والله فديت من روحي حبيت نهبط شوية فيديوهات على الدجاجة على الأول شوف ملاقة شبيها تريك الدجاجة بوم لا علينا ايه مهم الولاد فديتك قعدت ندور في الفيديوهات لقيت فدة واحد لسه نهبط في اجوارز ميني جيم حبيت نعمل سلسلة جديدة اللي هي هوتد كرافت نعمل فيها جوك ان شاء الله وشيخة ضحكيكة ان شاء الله امين ان شاء الله به جيت في بلاصة خايبة طول جيت في بلاصة خايبة ما نعرفش باش نمشي ولذلك نحي شوية لوح اول حاجة نحي شوية لوح عيات نحي لوح ايزي كعبتين احنا باش نشوفوا بلاصة باهية ما بلاصة هذي ما عجبتيش خلاص نجم نلقى فيها ذاك اللي جاء في بيكرافت جديد مستبرد انا مريض يعني شوية نجم نلقى فيها ذاك اللي بيجابوه في بيكرافت جديد هذيك الدار تاع الدب والحكايك في ذاك نجم نلقاها وربي يستر باه دب ودب يا اخي فيفاش بلاصة باهية كل جيبات راه نطلع فوق هذه البلاصة سامحوني لا تفهم شوية لاك خاطر معليش صاب الاوبتيفاي كنت صابو اخي فسخت وفهمت شي تفسخ صارت فيه مشكلة ما عادش حاب يتصب فهم شوية لاك باه ريب يمشي هذيك الثنية راه في حاجة غادي يابسة في بالي مش يابسة يعني يابسة عادية ولا تكتبوا لي في الكومنتات اذا تحبوا نكمل في هذه السلسله او لا يعني كمل في السلسله او اي لا اكمل في هذه السلسله نحب الفيديوهات يقلوا شويه اقل 20 دقيقه كيك اقل من 20 دقيقه تنجم تقول باش ما نكثرش عليكم وما تكثروش عليا وغير مكثرش انا تو قاعد نتصور في الليل فديت يا ياسر هبطت فيديوهات وعندي فيديو تاع اجوارز حاضر انا باخي باش نعمل له مونتاج بخلت عليه طويل ياسر شو هذه يا رب في وسط الثلج ما تبينش يا اخي البلاصه كلها ثلج هذيك يتنحى باش شو اسمه في ولا شاف البالا ولا في مكان دب اول مره في حياتي الرا دب يدور في ماينكرافت واو ولازم نعمل معاه في تصوير هذا ترى بخرك دي ياسر ما عرفتهاش بيكرافت تاع كلاش فلس نسيتهم ديجا يا دبدوب طن لا مش هذي سيبو هذي تصوير اما وري راسك دبدوب وري راسك تو وقت اللي نحبو يقعد هكاك وقعد هكاك والله لا يفهم شيء غير يجا فيسا تصويره باهي واحدين يجا بيابني هيا سيما جيجي الولاد صورنا مع دبدوب اول ما بدات الحلقه جينا مع حيوان خطير اسمع انا توا فادد تحب الشيخ علي ترى نضربه قطع ترى ضربني واو ثلاثة قلوب قطع دبدوب يجري عليا قطع بالولاد يورمشوا تو قاعد يجري عليا زعما لا مشى يا نحب نلقى يابسة يا فما يابسة هذيك باهية يعني يابسة باللغة تاعكم يابسة يعني تراب وانا باللغة تاعي يابسة يعني في ماينكرافت يابسة يعني أرض عادية صالحة للأكل لا مش الأكل للسكران ولا للنسكن فيها الولاد ظهر فيها مش باش نلقى بلاصة بهاي ولذلك الحل الوحيد إني نموت ونعود في بالية نطلع في يمكن نعود لا كي نموت نعود نطلع في البلاصة اللي كنت فيها هذيك باه لازم نلقى بلاصة توا كل شيء ثلج لازم نلقى بلاصة ولا باش نخلي حلقه كامله باش نلقى البلاصه وفما حتى شجره كما تشوفوا انا مستحيل باش نسكن هنا اصبر
فما غادي كبريم طواريت دب ولا ودب، وفما عنده دار ولا معناها في المنطقة هذه كان لقى دار الدب، كان حفظت الأحداثيات. باهي عادي، معش نجم نجري نشوف الماكلة لف بيس كما تشوف، طلع شوية تقريب لازم نلقى ماكلة، لازم نلقى أرض صالحة للسكنان باللغة بتاعكم. هيا عاد هيا في الدين هوني، لا هيا ولا إن شاء الله يا ربي. لا يا إلهي، أنا أريد دار جيدة، دار جيدة. هيا عاد هيا الولاد في بالي باش نخترق شوية القوانين. الحل الكرياتي لا لفك عليه، عمال بقول لكم الحل كرياتيف، ونمشي نشوف بلاصة صالحة ونمشي نشيلها. هوني هوني، غادي 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 غادي، ريتها خاطر توا العالم كي رندر، معناها ما رندرش بالكدا، توا كريت ورندر شوية ريتها. هي لا مش هي، هي ياس، لقد لقد لقيت يابسة جيدة. إن مشولها مشولها الولاد، حبيت نخلي الحلقة هذه هيك على الجو هيك باش نلقى الاساس تاع داري وباش نبنيها، نفركس بلاصه باينه نحي اللوح اللي حشتي بيه. هذا هو اللوح اللي نحبه انا، اكثر لوح نحبه النوع هذا، اللوح هذا واللوح اللي كحل يعني الاسود باللغه الاخرى. المنطقه هذه باهيه دار فيها، في بالي بعدها نلقى صحراء، ولا يمكن نلقى صحراء بعد هذه المنطقه، يمكن ان اجد صحراء. ولقد وجدت صحراء، خاطر الولاد بمعرفتي للماينكرافتية ديما في كل بعد منطقة كيف هذه نلقى صحراء، صحراء له. ويمكنني أن ألقى، ويمكنني أن ألقى معبد الصحراء. به الولاد، أول حاجة نحشية من اللوح، لازم نصنع أسلحة، إن شاء الله نلقى خنازر. خنازر في بالي أكثر حاجة تشبع في ماينكرافت، أكثر من شو اسمه، أكثر من بقر، وأكثر من الدجاج، وكل شيء كل شيء. اما كيف ده؟ طيب بعد خير، انا مفتضل. هو في عند العرب بعد الحرام، يعني حرام يعني كان في ماينكرافت احسن واحد. كيف تشوف الريسورس باك، الريسورس باك كانت كل قبل هذا يعمل خدمة الريسورس باك. الريسورس باك هذايا شو اسمه، اوبسيو ريسورس باك، هو الريسورس باك اللي خدمته طبعا بخدم هذايا انا. شبكات كل لازم تلقى فيهم نفس المشكلة هذه، معناها الكرافتينج تبدأ بعيدة. كل تقريب كل به. أول حاجة لازم نصنع بيكاكس، أول حاجة بيكاكس. به بعد البيكاكس نحفر لوطة، نجيب شوية حجر ونطلع باش نصنع الاكس وسيف وبيكاكس واحد اخر كالعادة. با كيف نحي نحفر بيت نسكن هنا. هلا قبل الاولاد نتذكر في سيرفر نحب نلعب، قبل كل انا والاولاد معناها اصحابي كنحبوا نقعدوا في سيرفرات، كنحبوا نلعبوا في سيرفرات. لعبوش سيرفر يكبوا، ما نعرفوش كيف نصنع سيرفر، مازال انا كراكي وقتها واحد كيف تشوفوا اوريجينال واحد. بوب نحبوا ندخلوا في سيرفر، ندخلوا سيرفيفال يعني، ندخلوا في سيرفر كراكي سيرفيفال، نلقوا فيه برشا ناس، وديما ديما فركسوا هذاك تسجيل الدار، لازم نسجلوا دارنا كذا، نشروا طاولة نسجلوا الدار. وساعات فما سيرفرات ما فيهاش هذيك، وباهي نحبوا نلعبوها. شنو نعملوا؟ نمشي نبني دار، نحط ماء، نحط هنا بلاكا يعني بلاكا باش ما يتعداش الماء، نحط ماء بعتلي من البلاكا باش ما يتعداش الماء. وبعد ذلك نجي جاي للدار، ندخل فيها كلمة نخرج من داري، ولا ساعات نعملها في البحر معناها باش ما يفيق بيها حتى حد. والكثيرية تاع السيرفرات هذوك يبدو اللي صانعين السيرفر يبدو معناها مش عارفين الكرياتيف، معناها يجوا يهدموا الديار ويكسروا وينهبوا. تو عاد احنا نحيلوهم هيكاك ما يلقوش دا ديارنا. بعد توا في بالي الزيت هيكا يزي في بالي با. توا بصنع بيكاكس، ولا لا 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 اعطيني هذا كله له حجر. شو اسمه، عصا عصا
بقى اعطيني سيف فوش واحد اخر، اعطيني اكس، اكس طيب شيت، اكس اكس بنات، انا بجرب حاجة مش لازمة. اعطيني شافل، شافل ما شافل ما شافل ما اوكي، اعطيني شافل ما بالولاد طبعا. عندي عاد اكس طبعا، ولا عندي بقى هذا نحطه في الوسط، هذا نحطه ثاني ثالث رابع هيك مورنا برجله. اكس طبعا مش نحتاجه، هذا هيك مش نحتاجهم، نحطهم من فوق هيك، لو خليه لي هيك هيك نبدا نضيف با. لا لا اكس بيكاكس هيك، الولاد جليل ولذلك ولذلك يجب علي نجيب انا نقطة الخروف يعني علوش. جبت العيد يعني نتفرج على السعوديين ياسر، انا نحب نحكي بالسعودي شوية خاطر تونس اليوتيوبرز تاع التوانسة ماهوش ناجح خلاص. علوش علوش في مزوز، نحب الثالث، نحب الثالث، ثالث ثلاثة على أربعة، لا لا شي جي جي الواد جود جاي. هذا العلوش الأول أسود تو تو تو، وأعطيني أبيض ده هذا ثلاثة، أعطيني كمان هذا تو 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 طيجة تعال به لا تسيبه كمان، تعطيني شو اسمه أوه لا مش هذه، هذه أوه نعم وحطها، أعطونا هذويا نحللوهم نحطو هيكا ونحطو هيكا. متى نرقدو؟ تصبح على خير، باي باي. يعني تو قاعد يحلم، يحلم سيبوا قمنا الولاد، قمنا 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 هاي تصدقوا ولا لا متصدقونيش؟ باه نهز كل شيء، لازمني ماكلة، لازمني كول و كرافتينج تايبل، لا هي كرافتينج. باه اعطيني تو هذويا ناخذهم، وفي بالي هنا توفى الحلقة يعني ولا ولا صار نزيد نشوفوا بلاصة خير باش نكونوا الحلقة نخصوها الولاد، يمكن فما اكثر، يمكن حتى اكثر من ثلاثة حلقات في بداية السيرفيفال، ثلاثة حلقات في بالي باش نبدو سيرفيفال، ثلاثة حلقات باه الولاد. لقيت خنزير باه مرنا مريق، لا لحد الان لقيت علالج خنازر ترشنوة ترشنوة صحراء، في بالي باش نقعد هنا، انا باش نسكن هنا لحد الان، نسكن هنا باه باه كما نقطع الخنزير هذايا وبون كما تشوفوا هنا الولاد. استنى 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 مش هيكا، حطوا هذه هيكا، هذه هيكا وهذه هيكا، شوية ديكور هيكا لازم شوية ديكور، هذه هيكا هذه هيكا هذه هيكا، راح نجربو هيكا بون كما تشوفوا هنا الولاد. استنى لنهاية حلقتنا توصل لايك سبسكرايب كومنت، واذا تحبوا نعمل كام، لا مش لازم مش لازم نعمل كام، مازال في بداياتي انا حتى ننجح باش نعمل كام. بون الولاد وصلنا لنهايه الحلقه، تنسوا لايك سبسكرايب كومنت و بيز اللقاء، ولايك لايك لايك سبسكرايب كومنت، عرفتوا لايك سبسكرايب كومنت، وخاصه الكومنت نحب نحكي مع الناس في الديت، لازم نحب نحكي، نحب نحكي دوا ياسر تشوفوني ديما نحكي، انا مريض نحب نحكي يعني. باي سلام الولاد، فوق فوق قبل ما نمشي قبل ما قبل ما تمشي غاديكا ريت شجره، استنى نشوف الرندر يا عالم هوني غاديكا هي اما تو شوفوها هيك تشوفوها بالكدا يعني فما يابسه غادي باهي. ان شاء الله في الحلقه زي دي خير من الحلقه هذه، وقولوا لي اذا تحب نكمل في السيرفر ان شاء الله، هذه تحبها توصل 100 حلقه ونسكر فيها ماينكرافت نقتل الدراجون و بيس.